مرحبا، معكم أستاذ راني أحمد. هذا الدرس 15 بدروس البرمجة بلغة TCL على راوتر سيسكو. هلا بهذا الشرح راح نشرح نوع من المتغيرات نسميه بالعربي اللوائح أو بالإنجليزي الليست. راح أستخدم كلمة ليست أكثر من معود عليها. أوكي، ف طريقة تعريف ليست وشو هو الليست. الليست عبارة عن مجموعة كلمات. أوكي، فبنلاحظ هون، يعني خلينا نضوي مثلا على ال 192. اوكي، اعراب 192، وين ما في كلمه مثل هيك، يعني الكلمات هيدي المميزه عندي هون. شايفين كيف؟ هذا اول كلمه، هي ثاني كلمه، شايفين كيف؟ كل هدول الخمس عناصر اللي قدامي بألفوا ليست، والامر ليست هو اللي شغلته يألف ليست ويعين لي اياها في المتغير. اوكي، احنا هون سميناها اي بي ليست 1 لانه في عندي مجموعه اي بيز. اوكي، عناوين اي بي اللي هي بهذه اللائحه. طيب هلا في الطريقه الثانيه لكتابه الليست، وهي انك تستخدم الاقواس المعرجه. اوكي، وبدنا نفهم وين ما في اقواس معرجه بقلب الكود هذا فيك تعتبره ليست. يعني حتى مثلا لما بستعمل انا جملة فور او جملة اف، فقرة الجسم تبع يعني البادي تبعها للفور او الاف او الوايل او هول كلهم ليست، وبصير عندك هناك ليست من الاوامر. اوكي، لائحة من الاوامر. اوكي، هون عندي ليست من الكلمات. تمام، هون عندي الكلمات هي مجرد عبارة عن عناوين اي بي. اوكي، طيب هلا انا هذا الكود حطيته بالراوتر، خلينا نشوف كيف نشتغل عليه، وراح افرجيكم واحنا عم نشتغل عليه الاوامر اللي بنستعملها في تي سي ال حتى نتلاعب ونستعمل المتغير النوع ليست. اوكي، من لور لائحة. طيب فوت على الراوتر، هي نيبل تي سي ال اس اتش ديسك 0 lesson 15 dash list dot tcl. اوكي، هلا لما يكون عندي لستة اوكي وبدي اطول كم عنصر فيها، عدد العناصر اللي فيها، بستخدم الامر اللينكث. هلا راح نلاحظ كل اوامر الليست بتبلش بحرف ال. اوكي، على اساس انه الليست. اوكي، ف فبالطريقه طريقه الكتابه بتصير بحط length، حط دولار اسم المتغير. اوكي، اللي هو من نوع list، فبيعطيني 5. طيب هلا احنا وعم نشتغل بدي ادلكم على الشغله، اذا بحابب تحط انت زي وقفه هيك بسيطه بلا معنى، يعني بس عشان توقف الكود وشغله، فيك تحط gets std anything. هذا ما له معنى، بس هيك اي شيء، كلمه anything حتى مش ضروري اي اسم متغير اكس واي زد اللي بدك اياه. هذا المتغير بس عشان يقرا شو ما كان، احنا هذا ما بنتعاطى معه. اوكي، فبتصير زي وقفه. اوكي، فبتعمل هذه الحركه مشان نوقف الكود كل ما بدي اوقفه. اوكي، طيب هلا طبعا مش بوقفه حتى لي بعدين يتابع، لا هذا توقف تطلع بين ما حدا يدخل شغله، او على القليله هيك بزر انتر. اوكي، زر الادخال. طيب هلا بكمل. هلا هون حبيت ابرهن لكم انه نفس الطريقه هي، يعني لما استعمل انا طريقه الكتابه مع الاقواس المتعرجه هي نفسها لما استخدم الامر ليست. تمام، طيب فمشان هيك الامر اللينكث بيمشي عليه هون الجهتين، والاوامر الباقيه نفس الشيء طبعا الليست. يعني وين ما تشوف الليست اي شيء العلاقه بالليست استعملت هذيك الطريقه، او تبعيه الكوماند تبعيه الامر او تبعيه القوس المتعرج هي ذات الشيء. فكمان حتعطيني على اي بي ليست 2 خمس عناصر. اوكي، وهي اذا عديناهم رح نعدهم. اوكي، هذا 1 2 3 4 وهذا الخامس. تمام، عد الفراغات لقيهم 4 فراغات بين الكلمات. طيب بنكمل. هلا ان اول عنصر في الليستة، اوكي، ما بنستخدم الرقم 1 حتى نقول بدي اول واحد، بنستخدم الرقم 0. اوكي، ف
فإذا هذا هو مسمي الفهرس أو مسميه بالإنجليزي الإندكس. أنا بفضل نستعمل كلمة إندكس شوي أكثر، لأنه هون الأمر اسمه الإندكس يعني ليست إندكس. أوكي، هذا الأمر بيعطيني العنصر اللي هو بيكون على الإندكس اللي أنا بدي إياه، على الفهرس اللي بدي إياه. فمثلا لو كان أنا بدي أول واحد بستعمل رقم صفر، وحيتبع لي هو بالتالي العنصر الأول في اللائحة. أوكي، طبعا هي طريقة الكتابة تبعت الأمر، تمام، وهي عادي مثل أي أمر تاني، بعمل puts، بعمل بدي إياه. أوكي، إياه هون، لأن هاي بتنزل زي ما هي بالمرة، عشان تنتبهوا هاي دي بتنزل زي ما هي، هاي اللي أنا عم حاول أطبع من خلالها شكل الأمر. أوكي، طيب خلينا نتابع. فإذا هيك عرفنا كيف نطول أول واحد، وطبعا حط الرقم اللي بدك اياه. لما بدك الطول مثلا الثاني بتحط رقم واحد، بدك الطول الثالث بتحط رقم اثنين، وهيك. اوكي، طبعا مثل ما حكينا العد ببلش من صفر. طيب هلا اذا كان انا بدي كمان اخر واحد، بستعمل نفس الامر بس في عندي فهرس مميز او اندكس مميز، هو اسمه اند. اوكي، اند يعني النهايه، هذا بيعطيني اخر واحد باللستة. اوكي، وين ما تشوف كلمة اند اعرف انك بدك تجيب شيء من الاخر. اوكي، من الطرف، فاخر واحد باللستة حيطلع 122 اثنين، وهي اللائحة عندي قدامي. اوكي، خلينا نرجع لها بس. اوكي، هي 122 اثنين، شفتوا؟ طيب نتابع على الامر اللي بعده، ونفس الشيء بالنسبة للاي بي ليست 2، بحاول برهن لكم نفس الفكرة انه بتمشي، تمام. هلا بدي انا احشر بقلب الليستة، مش على الستين، نفس الستين مش ضروري، انا بدي على رقم، على ثالث واحد اللي هو تاني فهرس. اوكي، تاني اندكس، ف او الاندكس اللي بيساوي اثنين. اوكي، يعني هو ثالث عنصر. اوكي، بدي احشر محله اوكي اي بي جديدة، هاي الاي بي، تمام. ف بستعمل الامر هو الانسيرت، يعني ليست انسيرت يعني ليست احشر. اوكي، بالليستة رقم واحد، اي بي ليستة رقم واحد على الفهرس رقم اثنين. اوكي، هالقيمة هاي. هلا ممكن تحشر اشياء كثير تانية، يعني مثلا ليستة تانية مثلا، اوكي، او جملة اطول من هيك. اوكي، بدك اياه تعمله، تمام. هلا هاي انا عم بكتب لك هون انه شو كانت الاي بي ليست 1. اوكي، هلا انا حطيتها وين؟ على الثالث، يعني المفروض تجي على ثالث عنصر رقم 2، يعني فهرسه هاي وحدة، هاي واحد، هاي اثنين، هاي ثلاثة. هي المفروض تجي وين؟ تجي هون. طيب اذا انا بشوف كمان صار الحشر، هيدي واحد، هي اثنين، وهي الثمانية تمانيات، هي على الثالثة، زاحها حط الثالثة على الرابعة. اوكي، عرفت كيف؟ عشان عم بيحشر هو، كيف سقطها بين الثانية والثالثة. اوكي، فهي بتاخذ العنصر او الفهرس اثنين محلها. اوكي، طيب بلا كثر فلسفة، المهم نكمل. هلا انا بدي احط مثلا واحد على قبل الاخير، اوكي، previous to last، هي insert a new IP at position at previous to last in list 1، يعني انا بدي احطه قبل الاخير، ف بحط هذا الاي بي، تمام. فبنلاحظ هون عندي هاي الليستة، شايفين كيف كانت؟ اوكي، وهذا اخر شيء، هذا اخر اي بي. اوكي، طبعا اثنين معها جاي. طيب فاذا عندي لما حشرها حطها وين؟ حطها هون. اوكي، ليش؟ لانه بستعمل انا اند وبنقص منها واحد. اوكي، اذا بدك فيك تحط هذه بين اقتباس مزدوج وتصير تعدل على هاي من المتغير اللي بدك اياه. اوكي، بيكون فيه رقم طبعا. طيب هلا هون اللي عم اقولكم اياه بنيو ليست، انه كيف انا بدي احفظ
التغيير، لأنه كل مرة عم بعمل بس مجرد طباعة. يعني كل مرة مثلا مثل هون بطبع بس طباعة، بس ما عم حط القيمة بمتغير، أنا بس عم حطها مع بوتس. أوكي، بوتس بس بتطلع على الشاشة، ما بتحفظ شيء بقلب شو مطرح بالرام، ما في شيء متغير. أوكي، لذلك هنا ننزل لتحت، شو بعمل هون؟ استعمل هاي الطريقة، شايفين كيف؟ هيك وحطها، يعني هذا هي امر اوكي تبع الانسرت، بصير في عندي نيو ليست بناء على الحشر اللي صار. طبعا الاي بي ليست هون بتضلها زي ما هي، بس حسب هذا الكود اوكي بتضلها زي ما هي، ولكن صار عندي لستة جديدة الفتها اوكي بتساوي الاي بي ليست 1 زائد هذا العنصر بالمكان اللي احنا قلنا عنه قبل اخر محل بقلب الليست 1. اوكي ليست 1. طيب وعادي مثل اي شيء بقدر اطبع الليسته بكل بساطه. طيب برجع مره ثانيه للتشغيل اكمل. هلا انا بدي اخد مثلا عدد من العناصر من هاي الليسته، من مثلا زي ما حاطط انا هون من ثاني عنصر اوكي من ثاني عنصر لحد قبل اخر عنصر، يعني او لحد الاخير من قبل باثنين، عرفتوا كيف؟ يعني اذا ثاني عنصر يعني بيصير الفهرس هو واحد، والفهرس تبع الثاني من ورا اوكي هيك معناها بتصير اند ماينس 2 تمام. واللي بيعطيني هالمجال من العناصر اوكي من فهرس رام واحد والثاني من ورا اوكي او الثاني من الاخر اوكي، يعني بروح على الاخر وبعد اثنين لورا اوكي. ف بستعمل الامر الرينج، رينج يعني مجال او نطاق اوكي، فهذا الرينج هو بستعمله مع الرينج اوكي. فبيعطيني انه اذا كانت اللسته زمان او قبل كانت هاي اوكي، فبحصل انا على الرينج هون تمام. هي يعني بعد انا الثاني، هذا الثاني هذا رقم اثنين اللي هو الاي بي الاندكس تبعه واحد، والتاني من ورا نعد هاي اخر وحدة اوكي قبل منها بواحد بيطلع عندي هذه. فاذا هذا التاني وهذا التاني من ورا فبيطلع اتنين اتنين هياها، والمية اتنين وعشرين واحد هياها تمام. اذا هذا هو ال رينج. طيب نتابع. هلا بدي انا اعمل هون تبديل اوكي، ريبليس هون يعني تبديل المجال من للاي بيات الموجوده في الليست 1 بدايه من اوكي ثاني مطرحه اوكي ثاني عنصر اوكي لحد نفس الشيء الثاني من ورا اوكي سكند بريفيوس تو لاست يعني الثاني من ورا. فاذا بستعمل بس شو بدي ابدله؟ بدي ابدله بولا شيء اوكي، يعني ما بدي احط فيها شيء. بس شو بستعمل؟ بستعمل امر اسمه ال ريبليس يعني ليست ريبليس، اللي هي بتقول لي بجيب المتغير اللي هو فيه الليست فيه اللائحه، وبقول له الفهرس الاول اللي بدي بلش منه التبديل اوكي، يعني محل هدول بين هدول الفهرس الاول فهرس الاول فهرس الثاني هون اند ماينس 2 اند ناقص 2 محلهم هدول راح اشيلهم واحط محلهم اللي بدي اياه انا اوكي. فلو حطيت كلام فاضي، مش كلام فاضي يعني هذا ما في نص موجود او كلمه فارغه يعني، ف هيدي الجمله بتطلع معي اوكي، فهي بكون محلها. بس ليش؟ لانه حاطط انا فبتطلع انه جملة فارغة. طيب لكن شوفوا كيف هون كمان اذا انا بدي محي بس حرف واحد، يعني بدي نقي اخر واحد بس اوكي، فبستعمل اند اند اوكي بتشلي مطرح الاند اند اوكي اللي هي يعني هاي، لان انا اذا اول واحد هو نفس اخر واحد يعني، لانه هذا الفهرس اللي ببلش منه ببلش اشيل منه اوكي، وبضلني ساحب بالشيل والمحي او بالتبديل
انهم كمان شغلتها تبدل، تحط اي تبديل بدك اياه هون بالنص، اي شيء بدك اياه تبدله. اوكي، في محل النطاق اللي هو ببلش من هذه النقطه لهذه النقطه. اوكي، فاذا اول نقطه هي نفس اخر نقطه، فاذا انت عم بتبدل او اذا حطيت كلمه فاضيه، اوكي كلمه فارغه، بتكون عم بتبدلها تبديل بولا شيء، فبصير كانها تمحيه. اوكي، كاني محيت انا. فشايفين كيف بتصير كاني محيت، بس هاي علامه انه هون في كلمه انحطت بس هي كلمه فارغه. تمام، انه هاي هون في عندي لسته فارغه. طيب اذا خلينا نشوف، اذا شلت هاي راح نلاحظ انه علامه اللائحه الفارغه هاي اوكي راح تنشال، وهيها كيف وهي احنا شلناها. تمام، فهيك بمحي وهيك ببدل وهيك بعمل طول الجملة، وهيك يعني طول اللائحة، وبدي اسحب من اللائحة عدد من العناصر كمان بالالرينج. فهذا هو الدرس، اتمنى تكونوا استمتعتوا. المرة الجاية بدنا نشوف كيف نستخدم امر فور ايتش، ونستخدم كمان اللي هو مثل فور لوب اوكي بس مخصوص ليست، وفي كمان عندنا ال سيرش. اوكي، وشكرا. لا هي ال سيرش للبحث. السلام.